واحد الميني فلوغ في تيك توك غندير نديكم اليوم لاك ديال سيدي بوغابه في قنيطره. غادي ندوركم واحد الدوره خفيفه وغادي تشوفوا شي بلايص لي زوينين. تبعوا الفيديو حتى الاخر. كما كتشوفوا الناس هنا كيجيو بزاف حيت كاينه الطبيعه. قالك الخوت هنايا بجوانب البحيره نباتات مكيفه، يعني ماشي مكيفه، مكيفه زعما فهمتوا، اللي ضروري يعني تعيش الطيور. كاين واحد النباتات هنا ضروريه باش الطيور تعيش. كما كتشوفوا شنو اللي كاين هنا، كاين سيدي القصب وكاين الاسل، ما عرف شنو هو داك، كاين هاد الشرغوفه يعني الزران بالعربيه. هاد البحيره عامره زران. الناس هنايا كيجيبوا الماكله ديالهم، كيديروا الشوايه، نعم اسيدي، كيريحوا مع العائلات وكيستمتعوا بهذه المناظر الجميله والطيور اللي كاينه في البحيره. وهنا الطيور، شوفوا الطيور اللي كاينه هنايا. هاد الكلبشاوي هنا، هذا هو اللاك. عندكم ديك البراكه راهي اللي كتشوفوا هنايا، فين هي فين هي براكه؟ اقدم براكه كاينه هنايا في هذا اللاك، هذا براكه ناضيه. غتشوفوا شي حاجه الهربه. اقدم براكه. هذا المنزل هنا كيطلع على هذه البحيره الزوينه، شي حاجه ناضيه. نحاول نهبطوا، خليك تما هبطوا نصوروها من هنا. واحد الفكرون هو غادي كيدير السباحة على البطن. سير اخي الفكرون سير. غادي كيجينا كيحط سميتو براكة. هنا كنطلعو على المناظر الخلابة. دابا سمعنا ان زاهية اللي هي مزيكا، نمشيو نزهو معاهم. الى هنا سال الميني فلوغ مع الطبيعه هذه. تابونا والخوت، دركوا على داك الزائد الاحمر اللي تحت من التصويره باش نوصلوا ل 10 في اقرب وقت ان شاء الله.